السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام، متابعي القناة من الآخر الخلاصة. لو أول مرة زرنا في القناة، تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو، ارزع لايك 200 حل للفيديو دلوقتي. خلينا نتكلم عن ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا 2021 اللي هتلعب في الكاميرون بإذن الله تعالى بعد انتهاء مباريات اليوم في اليوم الأول من الجولة الثالثة من التصفيات، او من المجموعات يعني اللي هتلعب في التصفيات. بالنسبة للمباريات، عندنا غينيا فازت على تشاد 1-0، السنغال فازت على غينيا بيساو 2-0، احرز الاهداف من ضربة جزاء ساديو ماني في الدقيقة 44 واوبا نغيت في الدقيقة 74. موريتانيا تعادلت امام بوروندي 1-1، احرز هدف موريتانيا بكاري نادياي في الدقيقة 30 وهدف بوروندي عن طريق سيدي نيتيبازون كيزا في الدقيقة 79. كينيا تعادلت امام جزر القمر 1-1، وغينيا الاستوائية فازت على ليبيا 3-2، أحرز أهداف غينيا الاستوائية ميراندو في الدقيقة 33، بيدرو أوباميانج في الدقيقة 91، وأوباما في الدقيقة 94، وهدفي ليبيا عن طريق من ضربة جزاء عن طريق سند الورفلي، وأيضا بتمير في الدقيقة 58. خلينا نتعرف على ترتيب مجموعات دوري عذرا ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا بعد انتهاء مباريات اليوم في اليوم الأول، وغدا بإذن الله تعالى عندنا 8 مباريات، وتستكمل الجولة حتى يوم السبت 14 بإذن الله تعالى، 14 نوفمبر. بالنسبة لترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم، هنشوف مين اللي لعب في الجولة الثالثة. النهاردة غينيا لعبت في الجولة الثالثة، فهي في الصدارة دلوقتي في المركز الأول بسبع نقاط. مالي في المركز الثاني لسه هتلعب بكرة أو بعده، لديها 4 نقاط. ناميبيا في المركز الثالث ب3 نقاط، والتشاد في المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة الثانية لسه محدش لعب فيها، هي الترتيب: بوركينا فاسو في المركز الاول 4 نقاط، اوغندا في المركز الاول 4 نقاط، ملاوي في المركز الثاني ب3 نقاط، وجنوب السودان في المركز الثالث بدون نقاط. المجموعه الثالثه محدش لعب فيها، يعني ما لعبتش النهارده. غانا في الصداره في المركز الاول ب6 نقاط، السودان في المركز الثاني ب3 نقاط، جنوب السودان في المركز الثالث ب3 نقاط، ساو تومي في المركز الرابع والاخير بدون نقاط. والمجموعه الرابعه ما برضو محدش من الفرق دي لعب اليوم: غامبيا في المركز الأول ب4 نقاط، الجابون في المركز الثاني ب4 نقاط، جمهورية الكونغو في المركز الثالث بنقطتين، وأنجولا في المركز الرابع الأخير بدون نقاط. بالنسبة للمجموعة الخامسة، موريتانيا لعبت اليوم، هي في الصدارة دلوقتي في المركز الأول ب5 نقاط بعد التعادل اليوم. المغرب في المركز الثاني لسه ما لعبتش ب4 نقاط، أفريقيا الوسطى كذلك ما لعبتش في المركز الثالث ب3 نقاط، وبروندي في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة اللي خدتها موريتانيا في التعادل. المجموعة الستة موزمبيق في الصدارة ب4 نقاط، الكاميرون في المركز الثاني ب4 نقاط، الرأس الأخضر في المركز الثالث بنقطتين، ورواندا في المركز الرابع الأخير بدون نقاط، لسه ما هتلعب بكرة أو بعده. في المركز الأول في المجموعة السابعة، جزر القمر في الصدارة ب5 نقاط بعد التعادل اليوم، وكينيا في المركز الثاني ب3 نقاط بعد التعادل اليوم. مصر في المركز الثالث بنقطتين، وهتلعب أمام توغو يوم السبت بإذن الله تعالى، صاحبة المركز الرابع بنقطة واحدة. وفي المجموعة الثامنة، الجزائر في الصدارة ب6 نقاط، هتلعب بكرة إن شاء الله. المركز الثاني زيمبابوي اللي هتلعب أمام الجزائر ب4 نقاط، وبوتسوانا في المركز الثالث بنقطة، وزامبيا في المركز الرابع بدون نقاط. المجموعة التاسعة، السنغال في الصدارة في المركز الأول بعد الفوز اليوم، كده كلين شيت، فازت ال3 مباريات اللي لعبتهم، في الصدارة ب9 نقاط، الكونغو في المركز الثاني ب3 نقاط، غينيا بيساو في المركز الثالث ب3 نقاط، وإسواتيني في المركز الرابع بدون نقاط، وإسواتيني والكونغو لسه ما لعبوش. والمجموعة العاشرة محدش لا في فرقتين لعبوا: تونس في الصدارة ب6 نقاط، تنزانيا في المركز الثاني ب3 نقاط، أما غينيا في المركز الثالث بعد الفوز على ليبيا ب3 نقاط، وليبيا في المركز الرابع ب3 نقاط أيضا بعد الهزيمة اليوم. وعندنا في المركز الأول بالنسبة للمجموعة ال11، مدغشقر في الصدارة ب6 نقاط، محدش لعب في المجموعة ال11، كوت ديفوار في المركز الثاني ب3 نقاط، أثيوبيا في المركز الثاني أيضا ب3 نقاط، والنيجر في المركز الثالث والأخير بدون نقاط. بالنسبة للمجموعة الأخيرة، المجموعة الثانية عشر، نيجيريا في الصدارة ب6 نقاط، بنين في المركز الثاني ب3 نقاط، سيراليون مركز ثالث بنقطة واحدة، وليسوتو في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة أيضا. بكرة إن شاء الله وغدا، يعني بكرة الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، هتستكمل المباريات بإذن الله تعالى. خلينا نتعرف سريعا على ترتيب الهدافين، أوائل الهدافين كده سريعا عشان لسه في أول يوم. في المركز الاول فيكتور اوزيمين لاعب نيجيريا ب3 اهداف، في المركز الاول ايضا وهبي الخزر لاعب تونس، وفامارا فامارا فامارا ديدو لاعب السنغال، ولويس ليال لاعب ساو تومي. وفي المركز الثاني بغداد بنجاح لاعب الجزائر
بهدفين، ويوسف بليلي لاعب الجزائر، وارستيد بانسي لاعب بوركينا فاسو، واسان سيساي لاعب غامبيا، وايزيك بيل لاعب التشاد، واديسون اندري لاعب موزمبيق، وخاما بيليات لاعب زيمبابوي، وتوماني نهاري لاعب مدغشقر، وبا مودو لاعب غامبيا، وبيدرو لاعب غينيا الاستوائية، بيدرو اوميانج بعد الهدف اليوم، وسند الورفلي لاعب ليبيا ايضا في المركز الثاني بعد هدف اليوم بهدفين، وسيف الدين خاوي لاعب تونس، وفي المركز الثالث خلاص اكتر من لاعب بقى، يعني هم دول شوفهم انت بنفسك. متابعي الكرام، كان معكم محمد دور الدين من قناة من الاخر الخلاصة. لو لسه مشتركش في القناة انزل اشترك في القناة بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك، او سبسكرايب، فعل زر الجرس يوصلك كل جديد، وما تنساش لايك للفيديو. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.